إخواني الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. صدق الله العظيم. من خلال هذه الآية الكريمة يتضح لنا أن الدين الإسلامي قد اهتم بسلامة دور العبادة عند المسيحيين وعند اليهود بنفس اهتمامه بسلامة المساجد، ووصف هذه الأماكن اللي هي دور العبادة بالأماكن التي يذكر فيها اسم الله كثيرا. خلال الفترة الماضية صارت نقاشات كثيرة حول تحويل متحف آيا صوفيا في اسطنبول إلى مسجد. ناس كثير اعتبروا الموضوع هذا اعتداء على التراث، والبعض الآخر اعتبروه نصر للمسلمين واعتبروه فتح إسلامي ونصر مبين. من خلال متابعة التعليقات والمنشورات اللي كانت تنزل حول هذا الموضوع، اتضح لي أنه ناس كثير فاهمة موضوع الفتح الإسلامي بطريقة خاطئة. فحبينا اليوم أن نحكي عن الفتح الإسلامي، عن الأوضاع الجيوسياسية خلال مرحلة الفتح الإسلامي، والأوضاع العقائدية في الجزيرة العربية وبلاد الشام وشمال أفريقيا خلال مرحلة الفتح الإسلامي. أول شيء بدنا نحكيه أنه الفتح الإسلامي لم يكن حرب دينية، لم يكن حرب بين المسلمين والمسيحيين. وعشان نفهم النقطة هذه لازم نفرق بالمصطلحات ما بين المسيحي والروماني. المسيحيين هم الناس اللي كانوا عايشين ببلاد الشام، وهم معظمهم كانوا قبائل عربية، وعدد كبير منهم كانوا قبائل عربية بدوية موجودة بالصحراء، وفي بعضهم كانوا بالمدن، فكانت قبائل عربية موجودة في بلاد الشام. والبيزنطيين أو الرومان هم السلطة الحاكمة اللي كانت تدير هاي المنطقة، وكانت تدير مناطق كثيرة يعني غير المنطقة هاي، ولكنهم السلطة الحاكمة. والمسيحيين كانوا يعانوا من اضطهاد الرومان إلهم في تلك الفترة، من اضطهاد في جمع الضرائب، في الحروب الكثيرة اللي دخلوها مع جيرانهم الفرس، ومن خلال وضعهم في حروب ما يعني ما لهم علاقة فيها. وحتى المسيحيين في فترة من فترات الفتح الإسلامي كانوا يشاركوا الجيش الإسلامي بمحاربة البيزنطيين، وهذا الحكي كان خلال إمارة معاوية بن أبي سفيان، بحيث أنه حتى معاوية بن أبي سفيان تزوج ميسون بنت بحدل الكلبية، وهي بنت شيخ كبير لأحد القبائل العربية المسيحية في بلاد الشام، وهو بحدل الكلبي، وإلها قصة كبيرة، إلها قصة كبيرة وأبيات شعر مشهورة: لبيت تخفق الأرياح فيه خير إلي من قصر منيفي، ورجحها معاوية بن أبي سفيان، قصته المشهورة. وبالمناسبة هاي ميسون هي أم يزيد بن معاوية بن أبي سفيان. فمعاوية بتعرف إحنا العرب من زمان عندهم فكرة النسب بوثق العلاقات السياسية، فكانت القبائل العربية تتناسب وتتصاهر حتى توثق العلاقات السياسية ما بينها. فمعاوية بن أبي سفيان بفترة من الفترات اتناسب مع هاي القبيلة المسيحية، وقدر يستميلهم إلى الجيش الإسلامي، ويقاتلوا ضمن صفوف الجيش الإسلامي ضد الدولة البيزنطية. تمام. إضافة إلى ذلك، بعض النقط اللي بدنا نشرحها إنه الفتح الإسلامي العمليات العسكرية للأرض ما كان في عمليات عسكرية كثير. معظم المدن الشامية، خلينا نقول الشامية أو الموجودة ببلاد الشام، دخلت خلال وانطوت تحت لواء الدولة الإسلامية بدون حرب. وأهم هاي المدن هي مدينة بعلبك ومعرة النعمان، وفي مدن أخرى دخلت تحت لواء الدولة الإسلامية بعد حصار ولكن دون حرب، مثل هاي المدن دمشق وحمص وبيت المقدس. وحتى مدينة حمص لها قصة مشهورة بالموضوع هذا خلال الفتح الإسلامي، بحيث أنه بعد ما فتحوها المسلمين حط عليها قائد المسلمين الصحابي أبو عبيدة عامر بن الجراح، الصحابي حبيب بن مسلمة، وأمروا أنه يلم الضرائب ويدير منطقة حمص أو مدينة حمص. بعد مرحلة من الزمن انجبروا المسلمين أنهم ينسحبوا انسحاب تكتيكي من مدينة حمص عشان معركة اليرموك. فقام أبو عبيدة بن عامر بن الجراح بأمر حبيب بن مسلمة أنه يرجع الضرائب والرسوم والمصاري اللي أخذها من أهل حمص بدل حماية وبدل إدارة لهم، لأنه هاي المصاري أخذتها أنت حق من حقوق الدولة على المواطن، يعني واجب مواطنة. وهذا الحكي بيخلينا نفهم مفهوم الجزية، أنه كثير ناس فهم الجزية غلط. الجزية مش خاوة بخذوها المسلمين المسيحيين خاوة، الجزية هاي حق من حقوق الدولة على المواطن، من واجبات المواطنة. تمام. فلما انسحبوا المسلمين من حمص، حبيب بن مسلمة رجع المصاري لأهل حمص، وكان هذا له الأثر الإيجابي لأهل حمص ولجميع بلاد الشام، أنه تعامل الدولة الإسلامية الجديدة اللي قادمة، الإدارة السياسية الجديدة، راح يكون فيه تسامح. إضافة إلى ذلك كل المدن اللي دخلوها كانوا يعطوهم الأمان، ما يعتدوا على أموالهم، ما يعتدوا على مصالحهم، ما يأخذوهم عبيد، ما يأخذوهم للسخرة، ما يعتدوا على دور العبادة.
طيب الحكي هذا مين اللي أسس له؟ طريقة التفكير هاي بالجيوش الإسلامية وبالدولة الإسلامية، أو الطريقة بالتعامل مع الدول الجديدة أو مع المدن الجديدة، مين اللي أسس للحكي هذا؟ هذا الحكي تأسس له من خلال بدايات الدولة الإسلامية. الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية، وبعد ما انتهى الخطر الوجودي على المسلمين أو عدولة المسلمين بالمدينة المنورة وعمل صلح الحديبية، اتجه إلى موضوع المعاهدة مع القبائل العربية والدعوة إلى الإسلام. فبعض من القبائل العربية دخلت الإسلام، وبعض هذه القبائل في شمال الجزيرة أو حوالين المدينة المنورة اتجهوا إلى معاهدة الرسول والدخول في عهود ومواثيق. حتى أنه في عام 9 هجرية، هذا العام يسموه عام الوفود، وفود كثيرة من القبائل العربية اللي موجودة بشمال الجزيرة العربية اجت على الرسول صلى الله عليه وسلم، إشي أسلم، إشي خش معاه بعهد، إشي صار معهم اتفاقيات. فحتى أنه سنة 10 هجرية لما كانت عام حجة الوداع، اللي حجوا مع الرسول 130 ألف صحابي. طب معركة أحد كانت 3 هجري، كانوا المسلمين 1000 والكفار قريش 3000، يعني كلهم 4000. 100 ألف و130 ألف هذول منين إجوا؟ إجوا من القبائل العربية اللي دخلت بالإسلام، واللي دخلت بأحلاف مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ودخلت بعهود ومواثيق مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فالآن سياسة الرسول صلى الله عليه وسلم لاتبعها بعد صلح الحديبية بالمعاهدة والتسامح والدعوات والدعوات الإسلامية للقبائل بدخول الإسلام، هذه مهدت للفتح الإسلامي. فالآن بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإجا أبو بكر الصديق الخليفة الراشد الأول، وبدت جيوش الإسلام تتحرك للشمال، للشمال الشامي. بعض القبائل هاي كانت تسمع وتعرف شو اللي كان يصير بين المسلمين والناس اللي بخشوا معهم معاهدات والناس اللي بخشوا معهم باتفاقيات. فهذا الحكي والسياسة اللي كانت متبعة من أول من أيام الرسول مهد إنه هاي القبائل تدخل الإسلام أو تدخل معاهدات مع المسلمين بدون حرب. وهذا الحكي كلياته بنفي صفة العدوانية أو صفة العنف، إنه المسلمين هم فتحوا البلاد هاي بالعنف أو بالعدوانية أو شيء. طيب هسه الآن بدنا نحكي عن الأوضاع الجيوسياسية اللي كانت موجودة في منطقة بلاد الشام خلال الفتح الإسلامي. بدنا نحكي عن الديانات والعقائد اللي كانت موجودة في تلك الفترة. كانت بلاد الشام مقسومة قسمين، كانوا مسيحيين اللي هم الغساسنة ويتبعوا الدولة البيزنطية، والمناذرة كانوا تابعين للدولة الفارسية، وكانوا العرب اللي موجودين بالجزيرة العربية كانوا وثنيين. هم بالبداية كانوا حنيفيين، يعني ملة التوحيد، ملة سيدنا إبراهيم عليه السلام، ولكن إجا واحد اسمه عمرو بن لحي الخزاعي، هذا فوت الأصنام إلى مكة وغير دين أهل مكة وصاروا وثنيين. الآن خلال المرحلة هذه إجوا المسلمين، إجا الدين الإسلامي، وبدت الدعوة الإسلامية، بدت الدعوة الإسلامية بالنشوء، وبدت الدولة الإسلامية في المدينة المنورة بالنشوء. خلال الفترة هذه كانت في حرب طاحنة بين الفرس والروم، وهاي الحرب أنهكت هذه الدولتين أو الإمبراطوريتين. وذكرت هذه الحرب بالقرآن في سورة الروم، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. صدق الله العظيم. طبعا لها قصة مشهورة أنه المسلمين حزنوا لما الروم انغلبوا بداية الحرب وفرحوا بالتالي، وكانت هي من التنبؤات الغيبية للرسول صلى الله عليه وسلم والمعجزات الغيبية للرسول صلى الله عليه وسلم، أنه الروم راح يكون لهم كرة ثانية على الفرس وراح يغلبوا الفرس، وبالفعل هذا الحكي صار. فهاي الحرب اللي كانت بين الروم وبين الفرس، وبالمناسبة الحرب هاي بدنا نوه نقطة، الآن الفرس لما اجتاحوا بلاد الشام بمساعدة اليهود ضد المسيحيين والبيزنطيين هدموا كنيسة القيامة، والآن هرقل الروم لما قدر يلتف بطريقة معينة، يعني طويل نحكي فيها، وقدر يفتح بلاد فارس حرق معبد زرادشت. فالفرس والروم أي واحدة من هذول الإمبراطوريات أو هاي الدول اللي كان يقدر على الثاني كان يحرق معابده، يحرق كل دور العبادة، يستبيح كل الناس وكل الخيرات الموجودة بهاي البلاد كان يستبيحها. فالإسلام ما عمل الحكي هذا، الإسلام أو الفتح الإسلامي ما اعتدى على أي دار عبادة، ما اعتدى على أي حق أي شخص، كانت الناس إلها بس حقوق المواطنة. طيب شو صار بالفتح الإسلامي؟ خلال الفتح الإسلامي أبو بكر الصديق
وزع الجيوش الإسلامية إلى 4 فروع، وخلى فرع خامس خلاه للاحتياط بالمدينة المنورة، خلى عليه عكرمة بن أبي جهل، وأمر هذه ال4 جيوش إنه تظلها بعيدة قدر الإمكان عن الاصطدام بالجيش البيزنطي، وتروح على المدن والقبائل العربية اللي من أول مثل ما حكينا في تمهيد وفي مجال للتقبل إنهم يدخلوا بالإسلام أو يدخلوا معاهدات مع العرب اللي زيهم ولكن مسلمين. وأمر قادة الجيوش إنه ولا واحد منهم يحاصر أي مدينة إلا بعد ما يرجع له شخصية، حتى هو يدرس الوضع الميداني، لأنه ال4 جيوش هذول أرسل لكل واحد فيهم منطقة، حتى يدرس هو الوضع الميداني ويشوف الآلية هل بيقدروا يتحصنوا ويحاصروا مدينة أو بيقدروا يخوضوا حرب. من هاي النقطة إحنا بنلاحظ مثل ما حكينا يعني عن سياسة الرسول صلى الله عليه وسلم، نحكي عن سياسة أبو بكر الصديق. كثير من عنا من الناس لما تحكي له حدا من الصحابة عن أبو بكر الصديق أو عمر بن الخطاب بتحكي لك إنه مثلا بسولف عن صلاتهم، عن صيامهم، عن الورع والتقوى اللي عندهم، بس قليل من الناس بيسولف عن الحكمة السياسية والدراية والقدرة الإدارية عند الناس هذه. الصحابة الأوائل كانوا رجال دولة من الطراز الأول، كانوا سياسيين، كانوا قادرين على إدارة الشؤون الداخلية والتغييرات الديمغرافية والجغرافية اللي بتصير بالمجتمعات، كانوا قادرين على احتواء كل المشاكل اللي بتصير. كثير الآن التاريخ تبعنا ما بتطلع للصحابة من هاي الزاوية. يمكن الوحيد اللي كتب عنه من هاي الزاوية اللي هو عباس محمود العقاد بكتبه، سلسلة كتبه العبقريات، كتب عن عبقرية الرسول، عن عبقرية أبو بكر، وعن عبقرية عمر، وعن عبقرية علي بن أبي طالب. كان يناقش مسألة أو حياة الصحابة من حيث الحياة السياسية أو الإدارية. فالصحابة كانوا أهل دراية وأهل علم وأهل سياسة، وكانوا قادرين على احتواء جميع التغييرات السياسية. طيب نرجع الآن، فالحرب الآن اللي كانت بين الفرس والروم هاي ساهمت بإضعاف الدولة البيزنطية بشكل كبير. فمن الآن إحنا بنلاحظ، نرجع للفتح الإسلامي والظروف الفتح الإسلامي. فالإشي اللي مهد للفتح الإسلامي وسهولة الفتح الإسلامي، أول إشي سياسة الرسول صلى الله عليه وسلم بالتعاطي والدعوة مع القبائل في شمال الجزيرة العربية أو مع المجتمعات الأخرى ومع معتنقي الديانات الأخرى. والشغلة الثانية هي ضعف الدولة البيزنطية، فصفة الحرب الدينية أو النصر الديني، أنه ما كانت هاي الفتح الإسلامي حرب ما بين المسلمين والمسيحيين، هاي فكرة خاطئة جدا وكثير من الناس فهم غلط. حتى بالمناسبة الأقباط بمصر كانوا يعانوا من اضطهاد البيزنطيين، وحتى كبير الأقباط كبير الكاردينالات بمصر كانوا البيزنطيين نفينه إلى منطقة بعيدة، ولما إجا عمرو بن العاص هو رجعه للدير تبعه وللكنيسة تبعته. من هذا يتضح لنا أنه الفتح الإسلامي لم يكن حرب دينية، وأنه الإسلام يهتم بسلام الدور العبادة في كل، ويهتم ويحترم جميع معتقدات الناس وكل الناس ومعتقداتهم، ولا يعتدي على أي معتقد شخص، أي على معتقد أي شخص. شكرا لكم على الاستماع.